السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الثالث المهني الفرع الصناعي اختصاص الكهرباء، أهلا وسهلا بكم في أسئلة الرسم الصناعي الامتحان التمهيدي اللي جرى يوم 11/2/2023. السؤال الأول: أرسم الدائرة التنفيذية المختصرة لبدء تشغيل محرك حثي ثلاثي الأطوار ذو حلقات انزلاقية من مصدر ثلاثي الأطوار عن طريق مسارات ومفتاح اوتوماتيكي ذو حماية حرارية ومغناطيسية باستخدام مقاومة بدء الحركة لحماية المحرك، علما أن الجزء الساكن مربوط على شكل نجمة. السؤال الثاني: أرسم توصيلة تحتوي على جهازين لقياس التيار الجهاز لقياس الجهد مع محولتين للتيار ومحولة للجهد موصلة جميعا إلى مصدر التيار متناوب مطور واحد ذو جهد عالي 11 كي في 2 إلى 50 هرتز يوصل الملف الثاني لمحولتين التيار ومحولة الجهد الأرضي لغرض الحماية مع رسم الدائرة المختصرة. السؤال الثالث: أرسم الدائرة المولد تيار مستمر ذو تغذية منفصلة يدور بواسطة محرك تيار مستمر نوع توازي مع المولد الميكانيكية من خلال محور دوراني يتم تغذية المحرك بمصدر تيار مستمر وطرق مفتاح احتيادي ذي قطبين للحركة المقاومة جهاز قياس التيار ينظم جهد المولد عن طريق مقاومة تنظيم المجال ومفتاح قطبين احتياديين مع جهاز لقياس التيار الجهد. هذا أعزائي الطلبة هو موجود في هذه الأسئلة. أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وشكرا جزيلا لكم.